بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، على انطلاق يتواصل والتحية تستمر مع انطلاقة شوطنا الرابع ختام الجولة الأولى للقعدان في المهجنات الأصايل من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة بشعارات أصحاب السمو والشيوخ المنطلقة لسن الإذاع وسن الإمتاع، والخمسة كيلومترات هي المسافة المقررة لهذا السن. نسير مباشرة على البداية الأولى إلى الصدارة إلى مقدمة هذا الشوط، شاهين لهجن الرئاسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيت المهيري، من يتقدم على البداية الأولى يتقدم على صدارة هذا الشوط. الدور دور المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام، المركز الثاني في هذه اللحظات وفي هذا المسار صوغان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم عبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري، من يقوده في عملية التضمير. بينما المركز الثالث يتقدم المحيط لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بالعرت الحميدي في عملية تضميره والتدريب وأيضا العناية المستمرة لأيضا انطلاقة المحيط. بينما عند دور المركز الرابع، المركز الرابع وصول وتقدم اللماح لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي في عملية التضمير والتدريب. بينما المركز الخامس يتقدم منذر هناك أيضا، وسلالة منذر غنية دائما عن التعريف لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، هذا هو المحترف جمعة بن عتيق الرميثي من يقوده في عملية التضمير على المركز الخامس. بينما المركز السادس شاهين لهجن الرئاسة بقيادة أبو سعيد محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، ولكن الدخول على المركز السادس سادس التحديات والإثارة من المحيط لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بالعرت الحميري في عملية تضميره. والمركز السابع شاهين لهجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثامن وصل وتقدم الزعيم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الينيبي بو ناصر، من يقود على المركز التاسع. والمركز العاشر أيضا بنفس الشعار، الشعار العناوي بانطلاقة الزعيم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الينيبي. هكذا نتيجتنا للعشر المراكز الأولى المتقدمة هنا أيضا في مسار هذا الشوط في أمسية من أمسيات الوثبة هنا أيضا على البداية هلولة. أمسية تراثية تتقدم أيضا بشعار هجن الرئاسة على البداية هلولة. على المركز الأول هنا بانطلاقة شاهين بتحديات شاهين لهجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول. بينما المركز الثاني أيضا شاهين لهجن الرئاسة يقدم أيضا شاهين محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. بينما المركز الثالث وصول من لماح لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي خذ المركز الثالث. نقلتنا ودورنا إلى المركز الرابع، وصل وأيضا وصل هملول في هذه اللحظات لهجن الرئاسة، وصل ظافر المضمرين يتقدم علي بن ميل الوهيبي بقيادة هملول. بينما المركز الخامس وصول وتقدم المذر لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان جمعة بن عتيق الرميثي يتقدم بو خليفة في عملية التضمير والتدريب. هكذا النتيجة للخمس المراكز الأولى المتقدمة بهذه الشعارات، الشعارات الغالية دائما على قلوبنا. بينما المركز السادس الله صوغان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن سالم المسافري من يقوده في عملية التدريب والتضمير. شاهين تدخل لهجن الرئاسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. هكذا النتيجة، أعود إلى البداية، أعود إلى الصدارة، إلى المقدمة هذا الشوط. شاهين ختام الجولة الأولى والشوط الأول القعدان مهجنات الأصايل. يا سلام يا سلام، شاهين لهذه المؤسسة العملاقة مؤسسة هجن الرئاسة على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول في هذه اللحظات. يا سلام، المركز الثاني شاهين لهجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيد
زيتون المهيري، المركز الثالث حملول لحقن الرياسة بقيادة علي بن يميل الوهيبي، بينما المركز الرابع وصول من منذل لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، جمعة بن عتيق الرميثي. الله يا سلام يا سلام، بدأ الزحمة على الكيلو، الكيلو الخطير والأخير والمثير، خط النهاية المسار المستقيم نحو خط النهاية، المنصة بانت هنا. الله الله الله، شاهين على البداية، تابع يا من تتابع، تابع هذا الانطلاق، تابع هجن الرياسة ماذا تفعل هناك أيضا في هذا السباق. ودائما هنا شعار هجن الرياسة دائما يتواجد مع صلب المنافسة على المقدمة، شعار الرموز يتواجد على مقدمة هذا الشوط. شاهين على الصدارة، والمركز الثاني شاهين لهجن الرياسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. الله الله، فإن كان يدل على شيء فيدل على أيضا إخفاء هذا الناموس هنا، يدل على أيضا اختطاف الناموس بالمركز الأول والمركز الثاني. سلام لهجن الرياسة، سلام سلام لهجن الرياسة، سلام. والعصافة الأبطان، العصافة الأبطان ما حركوه، لا يحتاج إلى أوامر، لا يحتاج إلى تعليمات مثل هذه النوعيات. تهانينا تهانينا، هنيا هنيا لهجن الرياسة، مشجعيها متابعيها مراقبيها هناك أيضا على تقديم هذه النوعيات المميزة، مشكور يا أبو سعيد، فلله درك المجازف. بينما المركز الثاني شاهين لهجن الرياسة، المركز الثالث وصل أيضا منذ سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والمركز الرابع حملول لهجن الرياسة، والمركز الخامس لحظات وصول وعبور شاهين لهجن الرياسة. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام عن نداء للخمس المراكز الأولى، تهانينا والناموس لهجن الرياسة، والتهنية لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري على فوز شاهين. لحظات الوصول والتوقيت الزمني 7:34، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس بدون أوامر. بينما المركز الثاني، المركز الثاني شاهين لهجن الرياسة، التوقيت الزمني 7:40، 8 أجزاء من الثانية، والتهنية لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري. بينما المركز الثالث وصل منذل سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بقيادة المحترف جمعة بن عتيق بن جمعة الرميثي، والتوقيت الزمني 7:43، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.